كيف يمكن أن تصبح 15 دول 14 دولة؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة نيويورك تايمز خارطة جديدة للشرق الأوسط، قالت إنها بدأت ترتسم. خريطة نيويورك تايمز قسمت سوريا إلى 3 دويلات، هي علويستان كما سمتها، وتضم العلويين بالإضافة إلى الدروز في شريط يمتد من شمال سوريا حتى جنوبها بموازاة الساحل. كردستان السورية التي يمكن أن تندمج مع كردستان العراق لتشكل الدويلة الكردية، ثم الدويلة السنية التي سمتها الصحيفة سنستان وتشمل معاقل السنة في سوريا ويمكن أن تتحد مع أقاليم سنية في العراق بحسب الصحيفة. العراق قسمته الخارطة أيضا 3 دويلات، وبالإضافة إلى كردستان وسنستان المتداخلتين مع سوريا سمت الدويلة الثالثة شيعستان، وهي تضم الغالبية الشيعية جنوب العراق. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، توقع كاتب الدراسة أن تؤدي الصراعات لا سيما بين الجيل الجديد من أمرائها إلى إنتاج 5 دويلات، الدويلة الأولى في الشمال، الثانية في الغرب وتشمل كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، دويلة ثالثة في الجنوب على الحدود مع اليمن. في وسط المملكة رسمت نيويورك تايمز خارطة دويلة هي الأكبر مساحة، سمتها وهابستان وشملت العاصمة الرياض. أما الدويلة الخامسة فهي الدمام الواقعة في الشرق وغالبيتها من الطائفة الشيعية. بالنسبة إلى اليمن فقد أعادته الخارطة إلى ما قبل الوحدة عام 1990، وتم تقسيمه إلى يمن شمالي عاصمته صنعاء ويمن جنوبي عاصمته عدن. في تقسيم ليبيا لفتت إعادة تجزئتها إلى ما كانت عليه في العصر الروماني، حيث يعود للظهور مجددا إقليم تريبوليتانا الذي يضم العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها، وإقليم سيرينايكا الذي يشمل بنغازي والشرق الليبي، بالإضافة إلى إقليم فزان في الجنوب والجنوب الغربي للجماهيرية السابقة. هذه الخارطة أعادت إلى الأذهان شبح تقسيمات سايكس بيكو، وقد تكون ذهبت أبعد من ذلك.